للمزيد ينضم إلينا من لندن الدكتور نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي. دكتور نهاد أهلا وسهلا بحضرتك. الأرقام مفزعة وربما هي ترسخ للفجوات الكبيرة والخرافية إذا جاز التعبير بين مجتمعات تعيش مستوى من الرفاه الاجتماعي والمعيشي يسمح لها بأن تتحدث في قضايا الطاقة والاقتصادات الخضراء وما إلى ذلك، بينما هناك مليارات البشر تعيش دون حد الكفاف حتى. تحياتي لك، مساء الخير، وتحياتي للمشاهدين الكرام، وشكرا على الاستضافة. طبعا هذا التقرير ليس الأول، كانت هناك تقارير منذ 2010 تتحدث عن أزمات الطاقة، أزمات الفقر، عدم وصول الكهرباء لمناطق نائية وحتى لبلدان أهم منطقة تعاني من نقص الكهرباء هي منطقة جنوب ما يسمى جنوب الصحراء، سب سهارا ديزرت. هذه دول مثل ملاوي، السنغال، وحتى تشمل السودان وإريتريا وكيوبا. هذه دول تصنف كدول فقيرة. دخل الفرد عام 2019 تقريبا 2 دولار باليوم كمعدل متوسط، لا ينطبق على جميع البلدان. مديونية تلك الدول بلغت 2021 حوالي 600 مليار دولار باستثناء جنوب إفريقيا، لأن دخلها القومي أعلى بكثير من بقية الدول في جنوب الصحراء. لذلك هي منطقة تعيش حالة من الفقر، وهناك مئات الملايين يعانون من نقص في الغذاء، ناهيك عن الكهرباء والغاز والطاقة المتجددة. استخدام الطاقة المتجددة حول العالم لا يزيد عن 26%، المفروض أن يكون قد وصل أكثر من 50% خلال الأعوام الماضية، لكن لم يتم استثمار ما يكفي في مجالات الطاقة المتجددة. لحسن الحظ في المنطقة العربية هناك تقدم ملحوظ جدا في هذا المجال. مثلاً مصر تلقت العام الماضي 83 مليار دولار من الاستثمارات في الطاقة النظيفة، وتم توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم على هامش مناخ القمة كوب 27. كذلك الإمارات تستثمر 163 مليار دولار في هذا المجال لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050. السعودية أكثر من ربع تريليون دولار في الطاقة الهيدروجينية والأمونيا الزرقاء والطاقة الشمسية والرياح، وحتى قطر استثمرت 2022 20 مليار دولار. هناك استثمارات في المغرب وفي الأردن، ولكن في دول جنوب الصحراء الإفريقية هذا غير موجود، لا تتوفر الأموال. وهي منطقة جنوب الصحراء أصلا تستأثر بالشطر الأعظم من عدد الفقراء حول العالم بالتقارير الأممية التي تصدر. دكتور نهاد، هل هذه الفجوات الكبيرة، هذا الترسيخ لأن هناك فجوة عملاقة بين شعوب وشعوب أخرى، يرسخ لأن هناك مشكلة حقيقية في هيكل الاقتصاد العالمي، ولا لا يجب أن ينظر إلى الأمر على أنه بهذا القدر من المشكلة؟ نعم، أعطيك أستاذ أحمد، انظر إلى الإنفاق العسكري. عام 2022 معهد ستوكهولم لأبحاث دراسات السلام أو السلم العالمي وجد أن 3 دول فقط مسؤولة عن 56% من الإنفاق العسكري. الإنفاق العسكري بلغ 2022 2.2 تريليون دولار، أي 2000 مليار و200 مليون دولار أنفقت من قبل 3 دول، وهي الصين وروسيا والولايات المتحدة، و44% تم إنفاقه من دول مختلفة حول العالم من الشرق الأوسط إلى جنوب أفريقيا. لكن دكتور نهاد، هل تأبه أو تكترث؟ أتحدث من واقع اقتصادي وليس من واقع أخلاقي وإنساني، لأنه على ما يبدو العالم يحيد بشكل كبير هذه القيم. أتحدث من واقع اقتصادي مصلحي، هل يجب أن تكترث هذه الدول ذات الاقتصادات الوازنة الكبيرة بأن هناك فجوة قد تضر ببيئة الاقتصاد أكثر، ولا ليس هناك ضرر مباشر على هيكل الاقتصاد العالمي من هذه الفجوات؟
نعم، هذا سؤال الـ6 ملايين دولار، لأن إذا ازداد عدد الدول الفقيرة ازداد الفقراء والقحط وسوء الإدارة في مختلف أنحاء العالم، معنى ذلك تقلص الأسواق التي تستهلك ما تورده تلك الدول. الصين ستعاني إذا وجدت أن أفريقيا لا تستطيع الاستيراد من الصين وتسديد الفاتورة، كذلك الولايات المتحدة. من مصلحتها أن يكون أن يتمتع العالم برخاء اقتصادي وأيضا استقرار سياسي، لذلك من مصلحتها أن تساعد تلك الدول على النمو. أهم شيء في تقرير الطاقة المستدامة أو مستقبل الطاقة المستدامة، هناك فقرة رقم 7 تقول بحلول 2030 يجب أن تكون كل دول العالم وكل شعوب العالم حاصلة على الكهرباء النظيفة والطاقة النظيفة، ولكنهم ما يحدث الآن في أجزاء كبيرة من العالم مثل أفريقيا يحرقون الأشجار لكي يولدوا الطاقة، هذا يفقر البلاد زراعيا، يلوث الأجواء، وتتحول الأراضي الزراعية والغابات غيرها إلى صحاري قاحلة. يجب أن يكون هناك تنسيق. طب دكتور نهاد، هذه مسألة أيضا تبدو عصية على الفهم، وهو سؤال لحضرتك. هناك دول تبكي على احترار كوكب الأرض وارتفاع درجة الحرارة، وتلقي بسهام نقدها على فقراء إفريقيا الذين يحرقون الأشجار ويبتلعون الغابات ورئات الكرة الأرضية، بينما هذه الدول نفسها تنزع اليورانيوم وتضيء به ملاهيها الليلية مثلا. إلى أي مدى يمكن أن نفهم أن هذا التلاطم يمكن أن يضر ببيئة الاقتصاد أصلا؟ أستاذ أحمد، هناك طبعا ازدواجية معايير، وهناك أيضا افعل ما أقول ولكن لا تفعل ما أفعله أنا. هذه النظرية موجودة، ولكن على المدى البعيد من مصلحة الدول النامية الدول المتقدمة صناعيا أن تساعد الدول الفقيرة والدول النامية، مديونية هائلة. ثم هناك عنصر آخر أثر على تلك الدول، لا نستطيع، جانحة الكورونا أفقرت بعض الدول وعطلت إمدادات الطاقة وتوريد الأغذية، مما أدت إلى مجاعات حقيقية. 43 مليون نسمة ماتوا خلال الجانحة، ليس من وباء الكورونا وعدم التلقيح، بل سوء الغذاء وعدم تلقي المواد الغذائية التي يحتاجوها. ثم الأزمة الطاقة التي حدثت اعتبارا من فبراير 2022 بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، أيضا أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، إلى أسعار ارتفاعات شاهقة في بعض الأحيان. في بريطانيا مثلا المواطن البريطاني دفع 129% أكثر من سنوات سابقة بسبب ما يحدث في أوكرانيا، و 66% أكثر مما كان يدفع للكهرباء. لذلك هي ظاهرة عالمية، الدول الغنية تستطيع أن تستوعب الصدمة وتحافظ على شعوبها، ولكن الدول الفقيرة التي تفتقر للماء والغذاء وتفتقر للطاقة، فكيف نتوقع منها أن تستثمر في الطاقة المستدامة المتجددة بدون مساعدة وتدخل خارجي فاعل من قبل الدول المتقدمة؟ وهنا أعني أيضا الصين، روسيا، وكذلك دول الغرب والولايات المتحدة. لن تكون المجموعة الأولى من الدول المستثناة من هذا المنطق. حضرتك أشرت إلى مقولة يعني أخذت حيزا كبيرا من تفكيري، ولعلها ستكون كذلك مستقبلا. هناك دول تقول افعل ما أقوله لك ولا تفعل مثل ما أفعل أنا، وهذه يعني عبارة بالغة الأهمية وبليغة للغاية في أن يشار إلى نمط التعامل بين هذه الدول ودول أخرى. شكرا جزيلا لك من لندن دكتور نهاد إسماعيل، خبير الاقتصاد. أهلا وسهلا بحضرتك، شكرا جزيلا لك.